معانا على الهاتف مراسلنا من المغرب محمد توفيق يدخلنا جوه الاجواء اللي هناك. اتفضل يا محمد. خير يا كابتن ايمن، تحت حضرتك وضيوف القناه في الاستوديو وكل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل مع حضرتك من هنا من مركز محمد الخامس الطار البيضاء من المغرب. يمكن اجواء حماسيه جدا في الاستاد كابتن ايمن، يمكن ساعه الاستاد الرسميه 44,675 مقعد، والاستادات اللي تم طبعها 42,000. اعتقد العدد اللي موجود في الاستاد يتعدى هذا الرقم بكثير. يمكن الجماهير لو في صور وصلت حضرتك، الجماهير يعني تعتلي اعلى الاستاد واعلى الساعه الالكترونيه واماكن كتير جدا في الاستاد. يمكن حصل بعض المناوشات في وقت الافطار كان قبل وصول البعثه الرسميه للاهلي الى مطار الاستاد، ولكن الامن احتواها بعض الجماهير حاولت تنزل الملعب، ولكن الامن احتوى الموقف. يمكن بس بعض المناوشات البسيطه لدرجات المياه في الملعب، ولكن الامور الى الان تحت السيطره من الامن، ونتمنى ان شاء الله ان الامور تستمر على هذا النحو. هو الساعه الرسميه، الساعه الرسميه للاستاد كام يا محمد؟ الساعه الرسميه للاستاد اصلا كام؟ عندك فكره؟ الساعه الرسميه للاستاد يا كابتن ايمن 44,275 مقعد. ايوه. هو كان طبعا 42,000. التذاكر اللي تم طبعها 42,000، لكن العدد اللي موجود في الاستاد بيتعدى ال 45,000 متفرج كابتن ايمن. ايوه. يعني بخلاف المقاعد والطرقات في كمان يعني بعض الاماكن غير مخصصه للخروج الجماهير جالسه فيها. طب احنا معانا بعض الصور يا محمد فيها بعض ازايز الميه اللي اتحدفت من المدرجات. بالفعل يا كابتن ايمن، يمكن في الوقت خروج لعيب النادي الاهلي يعني اول حاجه عملها جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني نزلوا يشوفوا ارضيه الملعب ويتمشوا على ارضيه الملعب. هو في اثناء خروجهم وانزلوا من الغرف الملابس حصل القاء بعض الزجاجات من الجماهير اللي على يسار الماسور، ولكن الامن هو الموقف. من بعدها دخل فريق الرجاء تقريبا ب 10 دقائق، لقب تحيه طبعا من جمهوره الكبير، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها. ويمكن الحاله المعنويه والحاله البدنيه خلال الايام اللي فاتت ومتابعتنا للتمرينات اكثر من رائع، وان شاء الله يتوقع توفيق ربنا كابتن ايمن، وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي، وان شاء الله والعوده الى الظاهره بالظبط باذن الله رب العالمين. باذن الله وباذن الله الحاجات دي تدي حافز اكثر للاعيبه النادي الاهلي وترفع من روحهم المعنويه قبل خوض اللقاء ان شاء الله. شكرا يا محمد، ودايما متواصلين مع بعض باذن الله. طبعا اجواء صعبه جدا، والاجواء دي مرينا بيها كمنتخب مصر الفتره اللي فاتت، يمكن في مباراه من ضمن المباريات مع السنغال. ولكن لعيبه النادي الاهلي مهيئه زي مالك كابتن علاء والكابتن اسامه عرابي، الاعداد النفسي قبل المباراه تقريبا لا يقل عن الاعداد الفني والتكتيكي.